مرور 150 عاما على ولادة طلعت حرب. وطلعت حرب باشا هو مش عايز أقول مؤسس الاقتصاد المصري، لكن هو رائد الأول في الاقتصاد المصري في نهايات القرن ال19 وبداية القرن ال20. ويمكن هو الناس مشغولة به لأنه وتعرف عنه أنه هو الذي أسس بنك مصر. يعني استطاع طلعت حرب منذ أن تخرج من كلية الحقوق، وحتى قبل ما يتخرج كان له ميول واهتمام بالاقتصاد المصري، من حيث أن كان الاقتصاد المصري معروف في ذلك الوقت أنه هو معظمه اقتصاد زراعي، إنما كان الصناعة منعتمد كتير على الواردات من الخارج. يعني في لقطات كتير معينة عبر بداية القرن العشرين كتب، يعني كان هو البايونير أو هو الرائد في الكتابة الصحفية في الاقتصاد، وإن علاج مصر واقتصاد مصر يكون بإنشاء البنوك وإنشاء بنك يكون مصري، لأن مصر في الوقت ده كان معظمها البنوك الموجودة فيها أكتر من 20 بنك تقريبا كانت كلها بنوك أجنبية أوروبية وفيهم بنك واحد ياباني. فبالتالي كان لابد من فلوس المصريين بدل ما تشتغل في انها تزرع وتشتري اراضي وبعدين ياخدوا من الاحتلال البريطاني ياخد القطن ويروح يصنعه هناك ويجيبه لنا مره تانية. فكان الاهتمام بنشاه هذا البنك، والحقيقه سافر في الخارج مع العطار حرب وقعد يدرس الاقتصاد على اصوله في المانيا بالذات. وقامت ثورة 19 وكانت نهضة، مش بس نهضة ثقافية أو وطنية أو اجتماعية، إنما كانت أيضا نهضة اقتصادية، لأن عقب ثورة 19 على طول تأسس بنك مصر. وأنا عايزة أشير إن ما كانش طلعت حرب لوحده، إنما كانت معاه مجموعة مؤمنة بهذه القضية، مؤمنة بهذا المشروع القومي الكبير، وبالتالي أصبح حقيقة. وبقى في مشروعات كثيرة جدا جدا ارتبطت بكل مجال الاقتصاد، ارتبط ببنك مصر وبقت شركات، والشركات نجحت ورأس المال ارتفع بتاع البنوك، وابتدى يجي تمويل ويجي خدمات للفلاحين وللصغار والعمال يشتغل في المصانع. طبعا العمالة المصرية كان بيروح ينشئ الشركات بتاعته في الأماكن اللي هي حواليها العمال بتاعة القرى، وكان بيدربهم وبيعمل حياة اجتماعية، وأقدر أقول إيه نوع من العدالة الاجتماعية. يعني كان في بياخدهم خدمات صحية، كانوا بياخدهم خدمات ترفيهية وغيره. والله يعني هي بصي ما نقدرش نقول إلا إن الظرف التاريخي مختلف في وقت طلعت حرب وفي هذا الوقت حصلت ظروف كتير قوي وتعرضت مصر، العالم كله اتغير، فلازم نحكم بمفهوم النهاردة. لكن احنا ليه بنسترجع، ليه رؤيتنا المستقبلية، ليه بنجيب سيرة طلعت حرب؟ ربما يكون ذلك نوع من المعاكسة لرجال الأعمال الكبار المصريين الذين نريد منهم أن يرتفعوا بمالية مصر وباقتصاد مصر، وأن يستغلوا كل أموالهم، هم هيستفادوا كمان، يعني هم هيفيدوا ويستفيدوا. طبعا هو نهوض من رجال الأعمال لا شك في كده، يعني ده الأساس. ما أي حاجة فيها أموال، والأموال عشان تبقى موجودة ونوجهها التوجيه الصح، فبالتالي مصر هتبقى ترجع لعظمتها وقوتها.